السلام عليكم، وياكم الأستاذ قصي هاشم التميمي، مدرس الرياضيات في معهد الأزل الأهلي. طلابنا الأعزاء يسألون شلون رح نجي نخوض تجربة السادس العلمي بعد تسجيلنا في معهد الأزل. رح نجي نرحب بكم ورح نعطيكم مجموعة من الأساسيات المهمة جدا جدا اللي تأهلكم إلى نهائيات السادس العلمي. وراها رح نبلش بالمادة الرئيسية، ناخذ مادة تحضير، امتحانات يومية، امتحانات نصف فاينال، امتحانات تراكمية، امتحانات فاينال، متابعة في جروبات خاصة على التليجرام، متابعة ويا أولياء أموركم تزامنا مع الدورات الحضورية. راح تكون عندي دورات إلكترونية، والمادة اللي راح نصورها بالدورات الإلكترونية راح ترسل لكم بالجروبات الحضورية. تقول لي كل الامتحانات أخذ 100، أقول لك لا. شنو الغاية من الامتحان؟ الغاية من الامتحان هو الاستفادة من الأخطاء. أجيب لك السؤال نصاً؟ لا، ما أجيب لك السؤال نصاً. ليش؟ لأن الرياضيات فكرة، الرياضيات مو حفظ. إذن حتى أتأكد من عندك إيش أغير لك بالسؤال بحيث يحافظ على نفس الفكرة. هسه الطلاب يقولوا لك أستاذ قصي يجيب خارجي، يقولهم لا مو خارجي، أستاذ قصي يجيب إثرائي. شنو الإثرائي؟ هو نفس الفكرة مال الكتاب لكن تغيير رقم، أقدم وأخر بالفكرة، بحيث من تروح للامتحان الوزاري أنا رح أبصم بالعشرة أنت رح تأخذ 100، لأن أنت فاهم الرياضيات مو حافظة. ننتظركم للتسجيل في معهد الأزل الأهلي، سأكون إن شاء الله سبباً في حصولكم على الدرجة الكاملة بعد التوكل على الله سبحانه.